كانت وعدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 32 سنة ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكايين وحجز 320 غرام من هذه المادة. العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببرج بوعريريج حول وجود شبكة إجرامية منظمة تختص في المتاجر بالمخدرات الصلبة كوكايين. على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة مكنت من القبض على الشخص وحجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين قدرت ب 320 غرام. مركبة سياحية مبلغ مالي يقدر ب 260 مليون سنتيم من عائدات المتاجر بالمخدرات الصلبة زائد هاتف نقال. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.